بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله: باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف انواعه. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في هذا الحديث عدة أحكام وفوائد مهمة، ما يتعلق بالعقيدة والعبادات والسلوك. أما ما يتعلق بالعقيدة، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بوجود الميزان يوم القيامة. هذا الميزان له كفتان، ربنا سبحانه يزن أعمال عباده حسب سيئاتهم وحسناتهم، والميزان حق في القرآن وفي السنة وبالإجماع. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ونضع الموازين القسط، وغيرها من الآيات. وكذلك في هذا الحديث وغيرها وغيره من الأحاديث جاء ذكر الميزان كثيرا. فالأحاديث التي تخبر بوجود الميزان يوم القيامة كلها متواترة وصحيحة، مما لا يترك أي شك للمسلم بأن يؤمن بذلك ويصدق. وربنا سبحانه وتعالى يزن أعمال عباده المؤمنين والكافرين على الغالب، والمؤمنين يزن أعمالهم السيئة والحسنة، أما الكافرين فليس لديهم حسنات، لكن من باب أن ربنا سبحانه وتعالى أن لا يظلم أحدا يوم القيامة يزن كذلك أعمال الكافرين من السيئات من الشرك والكفر وغير ذلك، ليري الكافرين والمشركين مقدار القبح الحسنات والسيئات التي ارتكبوها، حتى لا يحتج أحد منهم أن يقول أن ربنا سبحانه وتعالى يزن أعمال عباده المؤمنين دون عباده الكافرين. بل إن ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، لما ربنا سبحانه وتعالى يزن أعمال الكافرين يضعه في كفة، فترجح أعماله السيئة ولا حسن له، ربنا سبحانه وتعالى يزنهم بأبدانهم أيضا، يضعهم بأبدانهم في كفة الميزان، يقول لهم: هذه أعمالكم السيئة، فكذلك نزلكم بأنفسكم، إن كان شيء من الخير في أنفسكم سيتبين في هذا الميزان. بل إن ربنا سبحانه يفخر ويكبر أجسام الكفار يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث مثل الجبل، يضعه في الميزان ليري للكفار أنه بكثرة ما لديه سيئات ما يستطيع أن يترجى حتى أبدانه الهائلة أبدان الجبال، هذه السيئات التي ارتكبوها في الدنيا. وهذا هو أرجح الأخبار، وإن كان هناك من العلماء من علماء أهل السنة والجماعة من يقول بأن أعمال الكفار لا تزن يوم القيامة، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، ولكن أرجح الأقوال في هذه المسألة مثل ما قلت: سيزن الله عز وجل كذلك أعمال الكافرين يوم القيامة. فالميزان حق له كفتان، وله لسان يتكلم بالحق بإذن الله سبحانه وتعالى. فالميزان امتحان من يمتحن الله عز وجل عباده يوم القيامة، مثل ما هو العبور عبر الصراط امتحان من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بعد الميزان يتلو الحساب، بعدما يزن الله عز وجل أعمال عباده
حسب السيئات والحسنات، فيأخذ كتبهم أو صحائفهم بيده سبحانه وتعالى فيوزعهم للناس الذين ورسلت أعمالهم التي سجلت في الكتب أو في الصحف، فيعطي لكل منهم إما على يده اليمنى إما على يده اليسرى، فمن يعطيه كتابه على يد اليمنى فيكون من أهل الجنة مسرورا ويبشر أهله وأصدقائه، ومن يعطيه كتابه على يده اليسرى فيكون من أهل النار نعوذ بالله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه حلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا أول نقطة، إنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون العاصون لله سبحانه وتعالى. وهناك طائفة من عباد الله المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى لا يناقش أعمالهم، فإن المناقشة إذا ناقش الله عز وجل حساب بالحساب أي أحد من الناس فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة على أن الله عز وجل يريد أن يعذبه ويعطي كتابه بشماله، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على هذا مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يدعو الله عز وجل اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالحساب اليسير ما هو؟ لما يأخذ الله عز وجل كتاب عبده بعدما يوزن أعماله وسيئاته كل شيء يتبين، فيطلع إلى كتابه فلا يقول له شيء ولا يناقشه، لو إذا ناقشه خلاص انتهى. إذا ناقش الله أي عبد من عباد يوم القيامة بحسناته وسيئاته أعطى كتابه بشماله، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على كتاب طائفة من عباده المؤمنين فلا يقول شيئا فيطلق الكتاب فيعطيه بيد أن يمسكه بيده، هذا هو الحساب اليسير. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلذلك أكثروا من هذا الدعاء، أكثروا كثيرا بهذا الدعاء في السجود في الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحاسب حسابا يسيرا. فبعد الميزان يأتي الحساب، ثم بعد ذلك العبور عبر الصراط، والصراط حق. جاء الأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت على وجود الصراط، الصراط عبارة عن جسر على متن جهنم، فيكون أحد من السيف وأدق من الشعر، فالناس يمرون عبر الصراط عبر هذا الجسر حسب قوة إيمانهم وكثرة أعمالهم الصالحة أو الحسنة، فمنهم من يمشي بسرعة البرق والرعد، ومنهم من يمشي بسرعة الخيل الجواد الفتال، ومنهم من يمشي وهو يركض، ومنهم من يمشي وهو يهرمل، ومنهم من يمشي مشية عادية، ومنهم من يسحب، ومنهم من يسقط. فيومئذ دعوة جميع الأنبياء اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالصراط آخر امتحان في يوم القيامة لعباد الله عز وجل، أما الكفار فيسقطون في جهنم، وأما المؤمنون من لديهم حسنات ولو بشيء يسير، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يمكنهم بالعبور عبر الصراط إلى الجنة. فهذه الترتيب، هذا هو الترتيب أهوال يوم القيامة، أولاً النفخ بالصور وهو قيامة، ثم النفخة الثانية للبعث، ثم النشور، ثم الوقوف للحساب، ثم الميزان، ثم الحساب، ثم العبور عبر الصراط، ثم إما إلى النار وإما إلى الجنة. فهنا قال الثقيلتان في الميزان
يصبر كثيرا لما يقول واحد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم قال حبيبتان الى الرحمن. لاحظ هنا دقه في التعبير ما اجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبتان الى الرحمن، يعني هاتان الكلمتان من الكلمات التي يسبب محبه الله لك. من يريد ان يحبه الله فليكثر التسبيح. وفي هذا الحديث اثبات لصفه المحبه لله، الله عز وجل يحب ويبغض ويرضى ويكره، هذه من صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات لا بد نحن أن نثبت هذه الصفات في القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات مثل المحبة والبغض والكره والرضا، رضي الله عنه. هذا يدل على أن لله صفة اسمه الرضا، أن الله عز وجل يرضى لمن يشاء من عباده ويبغض ويكره من يشاء من عباده. فهذا إثبات للصفة المحبة لله سبحانه وتعالى. الرحمن هو اسم مشتق من الرحمة سبحانه وتعالى، وهو أعظم اسم بعد لفظ الجلال الله، أعظم اسم بعد لفظ الجلال الله. الرحمن يشمل رحمته للكافرين في الدنيا وللمؤمنين يوم القيامة. أما الرحيم، اسمه الرحيم فخاص بعباد الله المؤمنين المسلمين. لما نقول الرحمن يشمل الكافر والمسلم في الدنيا والحيوانات كل شيء، لما نقول الرحيم فهذا خاص لعباد الله المؤمنين المسلمين في الجنة. فالرحمن سبحانه وتعالى يحب هاتان الكلمتان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الركوع وفي السجود بأن نسبح الله عز وجل، نقول سبحان ربي العظيم، أو في بعض الأحاديث كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمد يزيد وبحمده، يجمع بين هاتين الكلمتين الحبيبتين إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. وكان لما يخر ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. تلاحظون أيها الإخوة كم ربنا سبحانه وتعالى حريص بعباد الله المؤمنين بأن يثقل ميزانهم بالحسنات يوم القيامة عن طريق الصلاة التي نحن نصليها 5 مرات في اليوم والليلة. يعني ما ترك ربنا سبحانه وتعالى شيئا مما يجعله يحبه مما يحبه إلا شرع في الصلاة، شرع الحمد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب الحمد كثيرا، خير عباد الله يوم القيامة حمادون، فشرع لنا أن نقرأ سورة الفاتحة كل ركعة. فلما نقوم من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. بعدما نسبح الله عز وجل ونسبح الله عز وجل السجود هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، أو وفي لفظ سبحان ربي وبحمده. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: اصطفى الله عز وجل لملائكته ولعباده سبحان الله وبحمده. إذا تسبيح الملائكة لله سبحان الله وبحمده، ومن يريد أن يتشبه بالملائكة فعليه بكثرة التسبيح. والتسبيح معناه التقديس والتنزيه، تنزيه الله عز وجل من العيوب والنقائص. لما نقول نحن سبحان الله يعني ننزه الله من كل عيب ونقص أن يوجد فيه، فربنا سبحانه بريء من كل عيب ونقص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، ومن
قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله يوم القيامة. فهذه أعمال يسيرة باللسان بغير تكليف بغير تعب، أنت جالس في مكانك مضطجع تذكر الله عز وجل بالتسبيح، تذكر الله عز وجل بالتهليل. ما أرحم ربنا سبحانه وتعالى، كان بإمكانه أن لا يسمح لنا أن نذكر إلا بهيئة مخصوصة وبألبسة مخصوصة وبأوقات مخصوصة، لكن ربنا سبحانه رحيم بعباده المؤمنين خاصة لهذه الأمة. فمن لطفه ورحمته لنا أن سمح أن نذكره على جميع أحوالنا، نحن جالسين وواقفين ومضطجعين وغير ذلك من الهيئات، بإمكان أن نذكر الله عز وجل بهذه الأذكار، سواء كنا متوضئين أو غير متوضئين، بل حتى ولو كنا جنبا يجوز للمسلمين أن يذكر الله عز وجل بلسانه، يقول بسم الله سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله، هذا لا يمنعه من أن يذكر الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.